السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وأولى حلقات الدورة التدريبية. إن شاء الله رب العالمين نأمل إن أنتم توصلوا يعني كما وصل اللي من قبلكم. كانت دورة في منتهى الجمال والروعة بالأمانة، الكثير منها بالفعل كانوا من دولة المغرب ومن ليبيا ومن العراق، وبعضهم كان مصريا. الحمد لله رب العالمين، لكن الحمد لله اجتازوا مراحل متفوقة جدا 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 في القراءة والكتابة والإملاء. وإن شاء الله إحنا برضو هننفذ بفضل الله، أطال الله في عمري وعمركم، إن شاء الله هننفذ بأمر الله كل نفس الدورة مع التطور الجديد كمان. عايزين نقول، عايزين نبدأ، هنبدأ بدايات، هنبدأ مع الدورة من البداية، بس عشان نعرف من البداية، عشان معذرة لازم تاخد بالك من حاجات معينة. أنا برضو هتكلم مغربي إلى حد ما بقدر المستطاع يعني، لكن عارف إن المغاربة ما شاء الله يعني ممتازين جدا، بيعرفوا لها اللهجة المصرية كويس، تمام؟ لكن هنتكلم في البداية. عشان نعرف نقرأ ونكتب لازم نعرف الحروف كاملة، لازم نعرف الحروف كاملة. تمام كده يا استاذ عبد الجواد، كله كده تمام وكله ما شاء الله، عارف يشغل كل حاجه ما شاء الله. لازم نعرف الحروف كامله. ما عرفناش الحروف، تاكد مليون في الميه انك مش هتتعلم. وفي نقطه كمان عايز اقول لحضرتك عليها قبل ما نبدا، او لحضراتكم عليها قبل ما نبدا. احنا دلوقتي هنكتب من البدايه، من البدايه يعني حضرتك ما تدخلش على أي حلقة من حلقاتي أو حلقات أي مدرس آخر، وتشوف حاجات إحنا لسه ما شرحناهاش، لأن أنا بفضل الله سبحانه وتعالى هوصلك لمستوى راقي جدا جدا في القراءة والكتابة والإملاء، بحركات، بتشكيل وبدون تشكيل، أو بحركات وبدون حركات. فإحنا من البداية هنبدأ نقول الحروف الأول. أولا الحروف هي 28 حرفا، 28 حرف. تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء. لا ما بتبدأش بالهمزة يا أستاذ، ده بتبدأ بالألف. لا ما بتبدأش بالألف. الحروف الهجائية بتبدأ بالهمزة، ولكن لصغر حجمها وضعت على الألف، لأن ما نيجي ناخد قواعد الهمزة، متى لماذا كتبت الهمزة على الواو، ولماذا كتبت على السطر، ولماذا كتبت على الألف، هتعرف بالظبط أنا بتكلم دلوقتي بقول إيه. تبدأ الحروف الهجائية بالهمزة، بدأت الحروف بالهمزة وانتهت بالياء، فإحنا بنقولش همزة باء تاء، لا، علماء اللغة قال لك حطها على الألف وقول آه. فعندي الحرف حرف، يا إما حرف مجرد يا إما حرف متحرك. حرف مجرد، عندي الحروف حرف مجرد وحرف متحرك وحرف ساكن. حرف مجرد طبعا الحاجات دي كلها، معذرة أنا هفسر كل شيء، بس إيه تأنى معايا للآخر كده. حرف مجرد، حرف متحرك، حرف ساكن، حرف مشدد، مد. خمس حالات يوجد فيها الحرف: الحرف المجرد، والحرف المتحرك، والحرف الساكن، والحرف المشدد، والحرف الممدود. تمام. نبدأ. يعني ايه حرف مجرد اللي احنا هناخده الآن؟ ايه الحرف المجرد؟ اللي هو ايه؟ ألف باء تاء. لو سمحت يا أستاذ أيوب، ألف باء تاء ساء. هنشوف حالة نوت ونلخص الموضوع ده، يا ريت. اتمنى اضغط على نفسك كتير واحنا بنكتب الحروف دي، لازم تعرفها ولازم تقراها، لازم تعرف وتقراها مره واثنان وثلاثه واربعه. وانت بتقرا تكتب، وانت بتكتب لا تكتب في صمت. ما يبقاش هنا
في ألف هنا في دماغي وما انطقش أكتب. لا، وأنا بكتب لازم أقول ألف 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 لغاية ما ينتهي من الكتابة، وكذلك باقي الحروف. وهنبدأ على بركة الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. الحلقة طبعا أخذ منها يعني وقت على ما أظن نصف الحلقة ضاع، على ما حضراتكم ظبطتوا البرنامج مفيش مشكلة خالص، نبدأ نستكمل باقي الحلقة. بسم الله. الحروف الهجائية هي الحروف اللي احنا هنكتبها الألف والباء والتاء، ويكتب أنا بقول ألف ألف، ركز معايا، أنا عندي سطر، ما أنت مش هتكتب بس، أنا عايزك تكتب وتتعلم قراءة وكتابة وتحسن خطك أيضا. عندي سطر، فالألف الألف ما بينزلش مع السطر أبدا، وعدل طب همزة الألف، همزة الألف سهلة خالص، الكل عارف حرف السي بالإنجليش، أو دائرة، دائرة لم تكتمل، يعني دايرة كده أهو ما اكتملتش، بس بجيبها إيه؟ كله وإحنا بنروح عند دكتور النظر بنلاقي العلامة دي، هي الهمزة نفس العلامة دي بس على صغير، إزاي أهي؟ أنا هكبرها بس عشان تعرف. اهي نفس العلامه بتاعت النظر. طب وبعدين شرطه مائله تحت الهمزه اهو، ده انا بعلمك ازاي تكتب كمان اهو، يعني ما تنفعش كده يا استاذ، لا ما تنفعش كده، لازم الشرطه المائله اطول من راس الايه الهمزه من فوق اهي، تمام؟ يبقى الهمزه، هل هكتب الهمزه بالحجم ده؟ لا طبعا احنا كاتبينها عشان ايه؟ بس نظهرها قدامك اهي. والهمزه لا تتصل بالالف. الحرف ده بنقول عليه بقى حرف مجرد، لو سمحتوا لو سمحت اقفل الكاميرا يا استاذ ايوب. يا استاذ ايوب. ايوب المغرب. ايوب المغرب، قولي له كلميه والنبي الله يخليك، قولي له. ايوب المغرب. قولي له انت اعمل كذا كذا كذا. تمام؟ هنا بنقول عليه حرف مجرد، يعني ايه حرف مجرد؟ يعني ليس عليه اي حركه، ايه هي الحركات؟ هناخدها الفتحه والكسره والضمه. وهعلمك تقرا بالفتحه والكسره والضمه، وتقرا بدون الفتحه والكسره والضمه. تأنى تأنى تأنى، توصل لكل شيء ان شاء الله. هذا هو الحرف المجرد، يبقى الحرف المجرد هو الحرف اللي بدون فتحه ولا كسره ولا ضمه. فبقول عليه الف. طب انا بقول كده ليه؟ ضغطت على المايك، كاين شرطة حمراء غادي يقول المايك. خلاص عملها، خلاص عملها، عملها؟ عملها اه خلاص، هقفله بس الكاميرا بتاعته عشان مش عارف ايه. تمام، انا بقول على ده الف مجرد ليه؟ لان ما عليهوش فتحه ولا كسره ولا ضمه. طب وايه يعني يا استاذ؟ هنقعد نقول الف مجرد باء مجرد؟ لا، اصل دي بقول عليها الف، يعني بدون حركه، لان لو حطيت عليه حركه ما بقاش اسمه الف، بقى له مسمى تاني خالص، مسمى اخر. طيب يبقى دي الف، عارف الالف كتبت ازاي؟ طب امال الباء؟ الباء اخت التاء والتاء اخت الثاء. يبقى انا لما اكتب حرف الباء كاني كتبت ثلاث احرف. وهكتبهم برضو الثلاثه عشان تقراهم وتحفظهم صم زي اسمك. الباء. الباء لها ايدين اتنين. لها يدان. ادي يد مميله كده مائله، ويد ثانيه مقابلاها. طب انا هعمل كده عشان اعمل الباء؟ لا، اهي يد اهي توصل لغايه السطر، لغايه السطر، وامشي مسافه بسيطه جدا كده على السطر عدله. وبعدين اعمل لها ايد كمان بتقابلها. طب انت عارف الايد اللي بتقابلها دي لو احنا عملناها كده اهو، هتلاقي دي في النص، شايف؟ يعني ايه يا استاذ؟ يعني سعادتك ما تعملش الباء كده، يلا اي حق، لا ما تنفعش،
ما تحاولش تعمل حاجة مش مظبوطة. اقفل المايك بتاعك يا أستاذ معمر. أي يا أستاذ أيوب، أنا هقفله لك أنا أهو. تمام. ما تحاولش تعمل حاجة مش مظبوطة، طالما هتتعلم يبقى ابدأ اتعلم صح. تمام؟ يبقى أنا لما أقول الباء تتعمل بهذا الشكل، يبقى تتعمل بهذا الشكل. كان سهل جدا أقول لك آدي الباء، وآدي التاء، وآدي مش عارف إيه، وتكتب. لا مش عايز. أنا عايزك تتعلم قراءة وكتابة وخط أيضا جميل. تمام؟ يبقى الباء عبارة عن إيه؟ همسحها تاني أهو وهنكتب. الباء عبارة عن إيه؟ يد صغيرة خالص، واحد واحد مائل أهو كده أهو أهو، وشرط على السطر بسيطة، وقابله بالإيد التانية، إيدين اتنين للباء. طب نقطة الباء مش في أي مكان، نقطة الباء عشان تبقى عندك علم. لا، دائما إحنا لما نحب نشيل حاجة ونخليها مظبوطة مش مميلة كده ولا كده، فلازم تبقى في النص، لازم تبقى في النص. كذلك نقطة الباء. لو سمحت الماي الكاميرا يا أستاذ أيوب أهو، أنا هقفل لك أنا الكاميرا. تمام؟ كذلك نقطة الباء لازم تبقى في النص تحت، ما تبقاش مرة هنا ومرة هنا. لا ما ينفعش. طب والباء دي يا أستاذ، ما الباء دي أخت إيه؟ أخت التاء. نفس الكلام، خط ماء صغير خالص، شرط على السطر، وقابلها تاني. بس انا عندي يا استاذ مره هتطلع معايا كبيره، ومره هتطلع صغيره، ومره هعملها معوجه. طب هعمل ايه؟ الكل في جميع الدول عنده نفس الكراسه اللي هنعملها دي، الكراسه اللي هي بقى مخططه بهذا الشكل. خطوط مسافات كبيره مش مسافات صغيره. تمام؟ طب لو ما عندوش المسافات الكبيره يجيب مسافات صغيره. طب انا بجيب دي ليه؟ عشان اعمل الباء في المكان ده وعلى السطر، ارسم الحروف دي وعلى السطر. يعني لو انا عملت دي كحروف كمربعات كده، كان هي كراسه مربعات، كان هي كراسه مربعات، يبقى انا هعمل كده. طب انا ما عنديش يا استاذ، ممكن اعمل كده؟ اعمل كده، مفيش مشكله خالص. طب تمام. طب انا بعمل كده ليه؟ عشان اخلي الحرف في نص المسافه كده. طب ليه يعني؟ عشان بعد كده اتعود اكتب الحرف بالحجم الصغير. ينفع اتعود اكتب؟ مع التكرار هتعرف تكتب بكل اللي انت عايزه. هعمل التاء، نقطتين التاء موازيين للباء بالظبط، يعني ما تحطوش في اي مكان، في نص التاء المفرغة من فوق. طب والثاء؟ الثاء نفس الكلام، واحد اثنين، والثالثة النقطة الثالثة فوقهم بالظبط كده، شكلها جميل كده. ألف باء تاء ثاء، أربع أحرف. وهناخد كمان ثلاثة، الجيم والحاء والخاء. الجيم بقى يا أستاذ، بس قبل ما نقول الجيم هنقول ألف باء تاء ثاء. خد بالك من حاجة، الأسبوع القادم إن شاء الله، إن أراد الله سبحانه وتعالى، الأسبوع القادم إن شاء الله هننزل أول حلقة ليا دي على القناة بتاعتي. الأسبوع القادم إن شاء الله أول حلقة دي هتنزل الأسبوع القادم إن شاء الله. تمام؟ فإحنا عايزين نقول إيه؟ ألف، اقرأ معايا، مش لازم تفتح المايك، اقرأ معايا. ألف باء تاء ثاء. خد بالك من أ ديت اللي بتيجي في نهاية الحرف دي، احنا هنمنعها خالص لما نيجي نحط الحركة الفتحة أو الكسرة أو الضم. ها، ألف باء تاء ثاء. ركز. جيم، هاخد لك الجيم سريعا. اهي جيم، جميلة أوي. أمال الجيم دي أخبارها إيه يا أستاذ؟ مش كل الحروف على السطر، في حروف جزء منها فوق السطر والجزء أسفل السطر. زي إيه؟ الجيم والحاء والخاء، رأس ورقبة فوق السطر. طب ورأس إزاي يا أستاذ؟ حد بيعملها لي كده يا أستاذ، كده أهو.
ماشي دلوقتي، اه تبقى كويس مفيش مشكله، لغايه ما هنعدلها خط اهو مستقيم، وبعدين ما اجيش من هنا لا ارجع عليه تاني. شايف عامل ازاي؟ انت عارف هعملها لك بقى بايه؟ بخط يعني اهي. عامل ازاي؟ اهي سنه صغيره اهي، اهي سنه صغيره ومعوجه معوجه معوجه ملفوفه كده اهي، ملفوفه اهي وعدله وماشيه عدله. انت عارف ان لو عملت ايه؟ هتبقى عامله زي راس الحمامه او اليمام. اه بالظبط اهي، بص اهي شوف جاي ازاي؟ تخيل بقى انا لو حطيت نقطه هنا اهو بقت عين الحمامه او اليمام. تمام؟ هي نفس الكلام، هعمل ازاي؟ راسي ورقبه فوق السطر، السطر اهو ما اعملش راسي ورقبه فوق او كده، لا اهي مسافه بسيطه خالص عن السطر اهي. وحافظ على المسافات، شوف انا عملتها قد ايه؟ يبقى اختها هتتعمل قد ايه؟ طب لو طلعت اكبر منها شويه مش مشكله، بس ركز دايما في الحرف اللي لما تكتبه حلو ركز تعمل زيه او افضل منه. ادي راس الحال، ارجع تاني لغايه النص، لغايه النص اهو، لغايه النص اهو، لغايه النص هنا ده راجع تاني على نفس الحرف اهو، وانزل لتحت اوصل السطر. تمام، واكمل القاعده بتاعتها. القاعده بتاعتها عامله ازاي؟ اهي بس اهي والله اهي، حاء جيم، الجيم نص في النص، النقطه في النص بالظبط مش في اي حته الجيم. ها طيب، طب والحاء نفس الكلام اهو، خط سنه صغيره اهي هعملها لك كبيره عشان تعرف تبقى واضحه قدام منك اهي. شوف هي عامله ازاي بس على صغير بقى، يعني ايه على صغير؟ يعني خلي دي برضه صغيره ودي صغيره اهي، جيم وادي الحاء وادي القاعده بتاعتي. يعني انا اكتب حرف الحاء على 3 مرات عشان يطلع كويس. خد بالك الخط رسم، الخط رسم. طب والخاء نفسها والله اهي، ركز معايا بقى، ركز معايا الله يخليك. هتكتب دول كام حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 أحرف، الحروف كلها 28، 3 حصص إن شاء الله أو 4 بالكتير هتكون عرفت إزاي تكتب صح وتكون حافظ الحروف كلها. طب أنا أحفظ إزاي؟ ألف بالترتيب بقى، باء تاء ثاء جيم حاء خاء، كتبتهم لازم تكتبهم دلوقتي حالا. كتبت أنت؟ تمام. أعمل إيه؟ مش لازم تكتب زي ما انت زي انا برسم كده، اكتب الاول الحرف زي ما انت عايز عشان تعرف تذاكره. تمام؟ بعد ما اكتب كده ارجع اركز مره واثنين وثلاثه بالترتيب، ارجع اخد من الشمال لليمين، خاء حاء جيم ثاء تاء باء الف. تمام؟ ارجع اخد ثاني حرف واترك حرف، الف تاء جيم خاء، وانا هجيبهم تاني، الف تاء جيم خاء، وبعدين ارجع اجيب الحرف اللي انا سبته، باء ثاء حاء. عند الثاء هنا، عند الثاء لازم احط طرف لساني بين اسناني، ثاء 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 ثاء، ما ينفعش اقول ساء، ما تنفعش ساء دي ما تنفعش، ثاء ثاء. بالشكل ده يبقى احنا خدنا اول حصه عباره عن 7 احرف، اكتب ال7 احرف، اكتب باي شكل دلوقتي في كراستك، كراسه كويسه كده وقلم كويس، واكتب باي شكل الحروف دي وتقرا بنفس الطريقه، مره تقراهم كلهم بالترتيب ومره واثنين وثلاثه لغايه ما تعرف تقراهم بسرعه، وبعد كده اقرا حرف واسيب حرف، الف تاء، بعد التاء اسيب دي جيم، بعد الجيم اسيبها اسيب الحاء خاء، خلصت اخد الحرف اخدهم تاني وارجع اخد الباء والثاء والحاء كده، اعرف اقرا وما انساش
وخد بالك كل ما تقرأ تكتب، يعني دي من الآخر كده تاخد على أقل تقدير، على ما تيجي الدورة إن شاء الله الحلقة اللي بعد الغد إن شاء الله تكون كتبتها على أقل تقدير صفحتين أو 3 صفحات. مش بتكتب باء ألف كده بس، ركز الله يخليك، ما بتعملش كده ألف ألف، لا ده أنت كل ما تكتب حرف تكتب اللي جنبه ألف، وطول ما أنا بكتب أقرأ هكتب بحرف الباء أو إيه؟ باء 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 لغاية ما أخلصها كتابة. بالشكل كده هتوصل معايا بمنتهى السهولة بفضل الله، مش هتبقى طالب علم، لا ده أنت هتبقى معلم. تعلم أولادك، تعلم أخواتك، ماشي؟ تعلم، ممكن تدي درس وتعلم، فركز معايا الله يخليك. كده لو حد عايز أي سؤال يتفضل يفتح المايك بتاعه ويسألني سريعا كده، لأن الوقت المتبقي عندك يعني فاضل حوالي 3 دقائق. فأي حد عايز يسأل أي سؤال يتفضل مشكورا يفتح المايك ويكلمني. عارفين تفتحوا المايك ولا مش عارفين؟ بعد إذنك يا أستاذ، ممكن اتفضل يا تعد أستاذ، اتفضل خد ادخل على طول في الموضوع. تخش تعد أول حاجة أنت قلتها بتاع 5 حركات بتوع المد؟ مالكش دعوه، مالكش، انا شوف انا بقول بكلمك دلوقتي على الحروف المجرده، مالكش دعوه باللي انا بقوله، انا بشرح، انا بديك 5 قواعد هشرح منهم اول قاعده. غيره يا جماعه اللي عايز فاتح مايك، في حد ما فاتح مايك تاني؟ السلام عليكم أستاذ مطلب يا مين حضرتك او حضرتك؟ ربيعة. أستاذة ربيعة، أهلا بيك، تفضلي يا أستاذة أهلا ربيعة. بك. هذا الحرف اللي اعطيتينا نكتبهم وحدة، والصف واحد، ولا كل نكتب كل واحد منه صف، ولا كل واحدة لا بوحدة؟ نفس الترتيب ده كده، اكتبي صفحة واثنين وثلاثة، بس كل حرف صح، وانت بتكتبيه لازم تفضلي تقرأيه لغاية ما تكتبيه، خلصي كتاب شكرا وتبدأي تجيبي شكرا حرف مني. تسيبي حرف تتركي حرف، هتوصلي لمستوى كويس جدا جدا جدا. تحت امرك يا استاذ. هذه اللي فيها 3 نقاط اللي شوية عندي صعبة. نعم، الثلاث الحرف نقاط اللي هتيجي نقطة هذيك هي ونقطة. اللي عندي صعبة شوية. لا لا لا، نقطة ونقطة، واحدة الثانية في النص بس، عودي نفسك هتبقى عامل زي المثلث إن شاء الله. شكرا، جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ. مين تاني يا جماعة عايز يسأل أي سؤال؟ فاضل حوالي دقيقة يا السلام جماعة عليكم. أو السلام دقيقتين عليكم. كمان. أستاذة السلام تغريد، عليكم. تفضلي يا أستاذة تغريد. ها؟ الصورة مش واضحة، بتقطع، والصوت مظبوط يعني تمام، بس الصورة مش واضحة الصورة مش واضحة؟ يعني، صورة الفيديو ذات نفسه بيقطع. لا بيقطع النت من عندك يا أستاذة. النت من عندك ضعيف. أستاذة تمام. صفية، اتفضلي. أستاذة صفية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منورة الدنيا، اتفضلي. انا بغينا نكتبه، اذا بغينا نكتبه في اللوحة ولا في الدفتر؟ لا في الدفتر. في الدفتر. شكرا أمرك وإذنك، شكرا جزيلا. أمرك وإذنك. لسه يا جماعة فاضل دقيقة، اللي عايز يسأل أي سؤال اتفضل. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.